الآن متابعة أهم الأخبار الاقتصادية تقدمها لنا الزميلة سارة نجيب. إليك سارة. شكرا إلهام، شكرا فاطمة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الاستعداد تام لتعزيز القدرات الرقابية والمصرفية لدولة جنوب السودان. جاء ذلك خلال استقباله وفدا رفيع المستوى برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لجنوب السودان. كما أكد محافظ البنك المركزي استعداد مصر لنقل تجاربها وخبراتها إلى دولة جنوب السودان، وذلك في مجالات الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر المختلفة ونظم الدفع والشمول المالي والتشريعات المصرفية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين الاحتفال بتدشين خط إنتاج غسالات الأطباق لأحد المصانع الصينية داخل منطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة. وخلال الاحتفال أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته البالغة بتواجد الشركة بالمنطقة وتشغيل الخط الإنتاجي لغسالات الأطباق الجديد بهدف سد احتياجات السوق المحلية من الأجهزة المنزلية والتصدير للأسواق العالمية، مشيرا إلى الدور الذي يلعبه الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية الذي يسمح بتيسير التصدير للمنتجات والسلع لمختلف الأسواق. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بعدما أظهرت بيانات أن واردات وصادرات الصين تراجعت بقدر أكبر مما كان متوقعا في يوليو في مؤشر آخر على ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب شح الإمدادات المتوقع وانخفاضات العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 34% لتسجل $85.05 للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31% ليسجل $81.69 للبرميل. وانخفضت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.29% لتصل إلى $2.97 للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 48% لتسجل $2.74 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مجلس الوزراء السعودي مواصلة المملكة تعزيز الجهود الاحترازية لمجموعة دول أوبك بلس الهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط. وأوضح مجلس الوزراء السعودي أن هذه الجهود تشمل تمديد الخفض الطوعي البالغ 1,000,000 برميل يوميا والذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي حتى شهر سبتمبر القادم. أظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد في دبي بنسبة 2.8% في الربع الأول على أساس سنوي ليصل إلى $30.3 مليار بدعم من نمو قطاعي النقل والتخزين. وأطلقت إمارة دبي في يناير خطة اقتصادية مدتها 10 سنوات تعرف باسم أجندة دبي الاقتصادية والتي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد. سجلت الأسهم الأوروبية تراجعاً مع تعرض البنوك الإيطالية لضغوط بعدما أقر مجلس الوزراء ضريبة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة للبنوك، وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3%، كما هبط مؤشر البنوك الإيطالي بنسبة 1.4%، وانخفض كذلك مؤشر أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 1.8%.
انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بفعل تراجع الأسهم المالية بعد خفض وكالة مودز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية صغيرة ومتوسطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 36%. كما هبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 45%. وهبط كذلك المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 85%. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى إلهام وفاطمة. إليكما. شكرا سارة على هذه الوقفة الاقتصادية.